يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم عزيز عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وان تولوا فقل حسبي الله لا هو رب العرش العليم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. محمد رسول الله. والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. سيماهم في وجوههم من أثر السجود. ذلك مثلهم بالتوراة ومثلهم بالإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستخلظ فاستوى على سوقه يغلب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. إن الله وملائكته صلوا على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله قوي سلطانه الواضح قرآنه المقصود بالوجود كرمه وإحسانه. تعالى مجده وعظم شانه. خلق الخلق لحكمة وطوى عليها علما وبسط لهم من فائد الجنة ما جرت به أقدار الحكمة. وأرسل إليهم أشرف خلقه وأجل عبيده رحمة. تعلقت إرادته الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب. وانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والوجود. فما أجل هذا الفن الذي تكرم به المنان. وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان. صورة كاملة ظهرت في هيكل معمول فتعطرت بوجودها أقدام الوجود وتغرزت فوق العوالم بكرامة الليل. اللهم صل وسلم وبارك وسلم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. تجلى الحق في عالم قدسه الواسع تجليا قضى بانتشار فضله في القريب والشاسع. ولا الحمد الذي لا تنصح لا تنحصر أفراده بتعداد ولا يمل تكراره بكثافه بكثافه. حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان ليتشرف بوجوده الثقلان فتنتشر أسراره في الأكوان. فما من سن اتصل به قلبه